ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العبد المبارك، ونهدي لهم الفاتحة إلى حضرته المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه وسطوته، المضاع سلطانه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته جعل المصاهرة نسبا لاحقا وأمرا مفترضا، أوشج به الأرحام وألزم به الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا سيد محمد الذكر الحسين آل بن شهاب، زودك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا سيد محمد بن زيد بن حسين بن شهاب، زوجتك وأنكحتك مخطوبتك الشريفة منى حسينة بنت لقمان الأندلس، الآذني لي وكلي في تزويجها منك وليها شرعا بمهر 1,000,000 روبية عملة إندونيسية نقدا. قبلتم تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. قبول. بارك الله فيما جمع بينكما في خير، وجعل في قلوبكما بدون حيران والبركات والمسرات، واحرج منكما الكثير الطيب، ويرزق لكما اللطف والصحة والعافية، ينقذ منكما الذرية الصالحة الأرزاق الحسية
البرية بحق ربنا عدلنا من الظلم وفريادنا جرة عيون واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة والجاهل الفاتحة افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ومغفرتك رجالك رحمة الراحمين اللهم اجعل هذا الأكل أكلا مباركا وأقرارنا سعيدا وأدخل في بيوتهما أمنا ورحمة وسعادة أبدية ببركة رحمة الراحمين آمين صلى الله عليه وسلم لبروك